لو تقلي على شو عم تدور بلكي بقدر ساعدك. يا ريت أعرف على شو عم دور. وين راح الزلمة؟ بحلف لك إني ما بعرف. اليوم مين إجا لهون؟ مع مين حكى؟ إجا المحامي أحمد بيك وما كان في حدا تاني، راحوا من هون مع بعضهم، قلت لك هالشي. ماشي، اقفلوا الباب واعطوني المفتاح. تفضلي. اها نهاد بيك، خير ان شاء الله. مرحبا، حابب احكي معك شوي، فيني فوت؟ طبعا تفضل. رفيقتي خجولة شوي. هيك لكان. أنا أجيت بدون ما خبرك، حكيت معك كتير بس أنت ما رديت علي. بعدين لحتى انتبهت، ما كان موبايلي معي، كنت بدي أحكي معك بس ما فضيت. وأنا ما قدرت أستنى لأنه ما ضل عندي صبر. وينو حلمي أونال؟ طلع برات البلد. نقلتوا العملية لبرات البلد؟ ما فهمت، عن شو عم تحكي؟ عم احكي عن عملية بيت زياكيل. أنا عن جد ما فهمت شي. لا تقولها. أنت من أفضل زلمه لحلمي أونال. إذا انتبهت، مو حابب أقول أبي. حلمي أونال ما بيعمل الأعمال القذرة لوحده. تعرف، مو لأنه ما بيقدر، بس هو بيحب يشغل عماله أكتر. حاطين عميل إلكن بقصر بيت زياكيل؟ على الأغلب أنت اللي عملت هالشي. نهاد بيك، بترجاك تطلع من بيتي فوراً. أنا مو ولد عندك حتى تبهدلني. نهاد بيك، نهاد بيك، طلع قبل ما أحكي مع الشرطة. إذا بتريد طلع من بيتي. يلا اتصل، يلا اتصل لشوف. خلي الشرطة تجي فورا، يلا! يلا اطلب الشرطة، يلا اطلبها، يلا! تعال هون يا واطي، بدك تحكي لي شو عملته. ماشي، رح احكي لك إذا ما سلمتني للشرطة. ماشي؟